أنا الندى، أنا قطرات الماء المتلألئة التي تظهر غالباً على أوراق الأعشاب والأشجار وسطوح السيارات في الصباح الباكر للأيام الصافية. أنا أتشكل بصورة أفضل في الليالي الساكنة الصافية، فإذا كانت السماء مغطاة بسحب كبيرة مملوءة بالماء المستعد للهطول فلن تراني، وإذا كانت السماء مليئة بالنجوم اللامعة فستجدني في الصباح وافرا غزيرا. على الرغم من صغر حجمي إلا أنني كافية ومهمة لتوفير الرطوبة لبعض النباتات والحيوانات في المناطق القاحلة، وقد يتم جمعي للاستخدام البشري. ما أروع قطراتي، كأنها حبات لؤلؤ أو نقط من العنبر. إنها سر السكينة والوداعة. أنا ملجأ الهائم الباحث عن الجمال والطبيعة الأخاذة والفطرة التي لم تمتد إليها أيد بسوء فتلوثها. مني استلهم الناس صفاء الروح وهدوء النفس والأمل الذي نرقبه بقلوبنا قبل أعيننا، ولكنني قد أبدو حزينا كأن قطراتي دموع النائحين. أنا الندى، ما أصغر حجم قطراتي وما أجملها حين تصافح ورود الصباح لتسقيها من صفائها. أنا الندى، أنا مرآة الجمال الذي بدأ ينتفي من حياتك. هيا عد إلى مرآة نفسك وتمتع بصفاء قطراتي، فما أجمل قطرات الندى. جاء في وصف الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف: كأقحوانة أرجوان قد تكاتف عليها الندى وأصابها ألم الهوى.